أهلا وسهلا. على السريع هسوي الغدا حقي، فحصور لكم. هو هسوي لنفسي اليوم ستيك، وحسوي جنبه بروسلز سبراوت. الكمية قليلة لأنه هذه بس حقتي أنا لحالي. البروسلز سبراوت اللي هو الملفوف الأمريكي ده الصغير هذا، والستيك هحاول أشرحه على السريع اليوم برضو لأنه أكثر من مرة عملته، واللي يبغى التفاصيل الأكثر هتلاقوها في فيديوهات القديمة في يوتيوب. القطعة اللي اخترتها تندرلوين. تندرلوين هي الفيليه يسموها، اللي هي أطرى منطقة تعتبر في الحيوان لأن العضلة هذه ما عليها حركة. فأنا أخذت قطعة مرة صغيرة ما فيها دهن، خليته طبعا. هي أحيانا يكون في الطرف كده قطع، فأنا خليته يشيلها، لفيتها بخيوط لأنه صراحة لما قطع لها هي كده شكلها صار مفرود، وأنا أبغاها تكون قطعة سميكة، فهذا السمك اللي أنا يناسبني تقريبا. مع البروسل سبراوت هأحط توم، وهأحط كده صوص عملته كده ايجن، هذا اختياري، اللي هو حطيت صوي صوص وميبل سيروب، وحطيت شوية خل رز، طبعا عندي ملح وفلفل أسود وزيت زيتون. اللحم هتبله بس ملح وفلفل أسود، والملح هحط كمية كويسة لأن هذه قطعة سميكة، فهذه التتبيلة الوحيدة اللي عليها. في ناس ما تحط فلفل أسود لأن الفلفل الأسود يعني بعضه يخاف إن هو يتحرك في المقلاة، يكتفوا بس بالملح. طبعا التمليح يكون من الجهتين ومن الأجناب كمان لا تنسوها. اليوم بستخدم مقلاية ستينلس ستيل. طيب هذه المقلاية اللي يلصق فيها الأكل، ما هي ما عليها الطبقة السوداء هذه اللي هي تخلي الأكل ما يلصق. ميزتها إنه هي تدي تحمير أحسن أو توزيع الحرارة فيها أحسن، عشان كده هستخدمها. بس عيبها إنه أنتوا لازم تحطوا زيت، لأنه إذا ما حطيته حتلصق، ما هي زي النون ستيك بان. فبعد ما حميت عندي المقلاية دوب تذكرت إني ما أبغى أستخدم زيت زيتون عشان لا يدخن. هستخدم زيت يكون يعني درجة التدخين عنده عالية شوية، كانولا ولا زيت دوار الشمس، وححط اللي يغطي المقلاية شوية. كترت، والمفروض أقل شيء بسيط. خففت الزيت شوية وتأكدت المقلاية حقتي مرة حارة. هحط الستيك وحوطي الحرارة للنص، هتسمعوا لازم صوت لما تحطوه. هذه يعني من غير أي فلسفة، يعني الستيك بس بطبخه بملح وفلفل أسود. تقدروا تحطوا فصوص ثوم ترموها هنا في نفس المقلاية، تحطوا معاها مثلا عود روزماري، تايم، زعتر بري، بس مو بهذه المرحلة، قدام شوية عشان لا يتحرق، عشان كمان يعطي طعم للستيك. بس أنا صراحة أبغى اليوم بلين كلاسيك. طبعا بالنسبة للسوا، والسؤال هذا اللي مرة يتكرر كثير، كيف نعرف إنه الستيك استوى؟ هذه تعتمد على عوامل كثير. سمك الستيك قد إيش الثكنس حقه، إيش كمان نوع المقلاية حقتكم، توزيع الحرارة فيها، كيف أنتوا تفضلوا. في ناس تحبوا مرة يكون مستوي well done، في ناس تحبوا نص سوا زي مثلا ميديم، فهذا يعتمد على ذوقكم أنتوا. أحسن شيء في الستيك أتعاملوا معه بترمومتر، خلي معاكم ترمومتر وأغرزوه وخلاص. أنتوا حددوا الدرجة اللي تبغوها، أكتبوا في الإنترنت درجات سوى الستيك، هيديكم كل الدرجات وأنتوا تعرفوا درجة الحرارة المناسبة ليكم. شوفوا اللون اللي بقول لكم عليه، المقلاية تدي لون مرة فظيع، ودائما نتكلم نقول لون يعني نكهة. الحين حقلبه على الجهة الثانية. أنا بعد ما أقلبه على الجهة الثانية أحط الترمومتر وأسيبه، هذا النوع خلاص يثبت عليه لين ما أوصل للدرجة اللي أنا أبغاها. أهم شيء لما تحطوا الميزان هذا لا يوصل للأخير، لا يخبط في المقلاية، عشان المقلاية حتديكم درجة أعلى من الدرجة حقت الستيك. يعني تأكد إن هو بس وصل للنص، في منطقة تكون أسمك منطقة في الستيك. تقريبا وصل الدرجة اللي أنا أبغاها، قريبة 60 يعني، أنا كده أحبه. هشيله وححمر من الأجناب عشان كمان في يعني يدي طعم. تقدر بدي المرحلة الوخرات حقكم ما يستحمل حرارة تقدروا تشيلوه. شلت الستيك من على النار وحاخليه بس يرتاح شوية على بال ما أسوي البروسل سبراوت. هخليه تصغير عشان لا يبرد، بس ما حقفل عليه مرة بقوة، بس كده. عشان أسوي البروسل سبراوت حطيت هنا موية مغلية، خليتها تغلي، وحأخليهم ينطبخوا لمدة تقريبا يعني 3-4 دقائق ماكسيموم، ما ينطبخوا وقت طويل. أول ما عدى عليها كم دقيقة وتسلقت، عندي هنا مقلاية حطيت فيها زيت زيتون وخليتها تحمى، و حاولوا تصفوا قد ما تقدروا البروسل سبراوت من الموية عشان لا يترتش عليكم، هو إلا ما حيترتش شوية. فححطها على وشها عشان تتحمر بس من تحت. بعد ما تحمرت شوفوا اللون، حطيت توم وحقلبه شوية والنار واطية كده. عدى التوم يعني كم ثواني، أحط الصوص وأقلب. ما يحتاج ملح لأنه فيها صوي صوص، بس رشة فلفل أسود صغيرة. تقدروا تخلوها سبايس، تحطوا عليها تشيلي فليكس مثلا، فلفل. خلاص ثواني الشغلة، ما تاخذ وقت ابدا، مرة سريعة تكون جاهزة.
خلاص كده جاهز. يعني هذا أظن أسرع غدا سويته في حياتي، لازم تجربوا. اللي ما يحب البروسيس سبراوتس ترى بالطريقة هذه مرة حتعجبكم. في أكسترا صوص هنا أقدر أحطه، بس سبتيو طبعا مع الجوع والستيك قديش لذيذ. نسيت أقول لكم أنا حطيت معاها ترى كمان كينوا. طريقة طبخ الكينوا، لكل كوب كينوا كوبين موية، تنطبخ زي الرز لمدة 20 دقيقة على نار مرة واطية، والموية تكون مغلية.